مساء الفل على احلى واعظم جماهير في الدنيا، حلقة جديدة من المشجع وزي ما احنا عارفين للأسف هطلع واتكلم واقول رجعنا تاني بعد وجود مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد والمنتكم للأسف رجعت ريما لعادتها القديمة، رجعنا تاني للشتيمة وتلقيح الكلام والخوض في أعراض الناس وفي سيرة الناس والتهديدات والوعيد والشتيمة. وكانت ده في بداية مؤتمر الصبح لما طلع علينا رئيس النادي وقعد يقول هقول لده وههدد ده وهجيب ده وعندي تسريب لده وعندي مكالمة لده ويا شوية حاجات ويا خطيب مبركتليش وانت خريج معهد وانا راجل محامي قد الدنيا وكنت مش عارف ايه قد الدنيا والشوية اللي انتوا عارفينهم والاتهامات والالفاظ لكل الناس ويس فجأة تظهر علينا مكالمة وتسريب ل ابناء المستشار امير واحمد بيكلموا بعضيهم وبعيد ان احنا ضد اي تسريب وضد اي تسجيل مكالمات لاي اشخاص والكلام الحلو اللي انتوا عارفينه ده ولكن الواقع المر امير واحمد بيتكلموا قبل الانتخابات وبيقولوا ازاي هيديروا العمليه الانتخابيه وعشان الناس اللي مش حابه تسمع الفيديو اللي انا اعتقد للاسف يعني اتسمع والكل سمعه ولكن اللي مش حابب يسمعه عشان الالفاظ اللي فيه الالفاظ اللي فيه فعلا ما تتسمعش وصعبه جدا لإن فيها إهانة وشتيمة بالأب وبالأم وكل اللي أنتم ممكن تتخيلوه. وفيها إهانة لكل الرموز حتى اللي موجودين حاليًا في مجلس الإدارة. مجلس الإدارة شبه بيتشتم كله وبيتقال إن كل اللي موجودين دول مالهمش لازمة أو مالهمش قيمة وإن اللي بيحرك كل شيء هو المستشار. وده اللي هما كان أمير بيطلب فيه أحمد وبيقول له إنك مش عايزك تنزل نائب، لأن وجو... لأن وجودك نائب مع بابا ده مش في صالحك وهيخسرك، لأن بابا هيبقى بيحارب علشانك، ولو أنت ما كسبتش هيتنرفز وهيتجنن وهيكسر الدنيا وإحنا مش عايزين ده. انزل عضو وخلي النائب حد تاني غيرك، عشان اللي اسمه هشام نصر ده. وللأسف أحمد بيقول له كام اسم كده وبيرشح له كم حاجة، فأمير بيقرر يشتمهم، ويقول له إن الأسامي دي لأ. ولما بيجي اسم خالد لطيف بيقول له: آه، ده ينفع، لأن ده دا... زي احمد جلال وبيقول لفظ مش هينفع نقوله في الفيديو. ان هما يعني من الاخر مالهمش لازمه ومالهمش كلمه وما بيعملوش اي حاجه وده اللي احنا عايزينه. وقال له يا احمد خليك ذكي وخليك ناصح واعمل زي اخوك. انا مش موجود في الصوره ومش موجود في الاداره لكن معايا صلاحيات رئيس النادي. وهي دي الحقيقه. وقال له خد بالك الجمهور بيقول الجمهور مش هيبقى عايزك لو لو بابا مش موجود وانت نزلت رئيس هتنجح. هتنجح. لان هي الجماهير كده الجماهير دي لازم تبقى عارفهم واحنا حافظينهم هم كده بيحبوا يتعاطفوا معانا شفت لما تعاطفوا معانا لما كنا مش موجودين اتعاطفوا معانا ازاي لكن لما هيجي الاب وابنه هيهاجمونا ومش هيعجبهم الحوار حتى لو عايزين المستشار فانت نصيحه ابعد عن الخناقه بتاعت النائب وكده لان انت لو نزلت نائب وما كسبتش وكسب حد تاني هنبقى يعني خسرنا حاجتين خسرنا ان انت خسرنا مقعد بقى معانا نائب مش انت وانت ما بقتش في الاداره وخسرنا ان بابا هيبتدي يشتم في اللي كسب واللي خسر وفي مجلس الاداره كله وهيخرب علينا الدنيا لان انت عارف هو هيعمل ايه وللاسف المره دي هيطلع يقول لي ناس المفروض الوزير يطلع والمفروض الدوله تعمل وانا هقول لك هي الكارثه المره دي لا في الوزير ولا في الدوله الكارثه المره دي فين اعضاء مجلس الاداره المنتخبين هل بكره الصبح هنصحى على استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك اللي اتشتموا واللي اتهانوا واللي اتقال إن هم زيهم زي الكرسي ده ده اللفظ الكويس المؤدب اللي أنا بقوله ده اللفظ المؤدب إنهم زيهم زي الكرسي اللي بيقعدوا عليه نمشيها اللي بيقعدوا عليه هل ده دول هيبقى في كرامة ولا للأسف يعني الجملة الشهيرة اللي أنا بقولها لو الدنيا مطرت كرامة في النادي ده هيمسكوا شمسيات هنشوف ده اللي احنا هنشوفه للأسف ولكن يعني حاجة تقدر تقول ان هي مهزلة رياضية كارثة رياضية انا معرفش ليه الوضع ده وضع متساب بالشكل ده وبالمنظر ده وامتى هيكون نهايته يعني احنا قلنا دايماً الكوره نكش وهزار و و و وانا كسبتك وانت كسبتني ويا ابو خمسه ويا ابو سته والكلام اللي احنا عارفينه ده لكن عمرها ما كانت يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا اللي كذا ودول ولاد كذا ودول ولاد كذا اعتقد موضوع صعب جدا 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 جداً اعتقد موضوع بيرجعوا يقولوا الفتنه وبلاش فتن اعتقد ان هو ده اللي بيعمل الفتنه. تطلع تشتم الخطيب وتشتم جمهور الاهلي وتشتم جمهور مش عارف مين تطلع تشتم اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اعتقد موضوع صعب جدا واعتقد لو جماهير نادي الزمالك شايف ان ده هو ده الرجوله وهي ده ده اسد وهي دي القوه يبقى هي تستاهل اللي هي فيه. زي ما بيقولوا يبقى يليقوا بيهم ودول يليقوا بيهم ودول يليقوا بيهم. عموما ده ملخص اللي حصل من شويه وده ملخص التسريب وزي ما قلت لك خلينا نشوف هل فعلا هيبقى في كرامه ولا هيبقى في شمسيات هتتمسك لو نزلت والدنيا مطرت عليهم كرامه. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ان شاء الله بأذن الله أشوفكم فى حلقة جديدة من المشجع